السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هتكون advice number 7 في سلسلة how to increase your Facebook fans. و advice number 7 بتتكلم عن add a like box to your site. ازاي اضيف صفحة الفيسبوك بتاعتي جوه المدونة او جوه الويب سايت بتاعي، ودي حاجة مش هتاخد منك 3 دقايق. لو انا دخلت على الويب سايت الخاص بأونلاين بيزنس ستيبس اللي هو online-business-steps.com هلاقي ان في صفحة الفيسبوك بتاعتي تحت اهي. اي حد داخل على الصفحة ومش عارف ان الموقع ده له صفحة فيسبوك هيقدر يعرف من الجزء على اليمين، هيعرف ان في صفحة فيسبوك، ويقدر كمان يشوف ايه المحتوى اللي جوه الصفحة. طبعا الصفحة هنا انا عاملاها صغيرة بس عشان مش عايزة اطولها عن كده، لكن هي ممكن تتعمل اطول من كده، يعني ممكن الهايت بتاعها او الارتفاع بتاعها يبقى اطول من كده كمان، ويجيب لك عدد الناس اللي عاملين لايك عليها ويجيب لك صورهم كمان. ودي اوبشنز تانية دلوقتي هناخد ازاي بنعملها، لكن انت ممكن تعمل انتجريت لصفحة الفيسبوك بتاعتك جوه البلوج او جوه الويب سايت بتاعك. تعال ناخد بسرعة كده ازاي. بدخل على جوجل، بدخل على جوجل بعمل سيرش بكلمة فيسبوك لايك بوكس، فيسبوك لايك بوكس، وبدخل على اول واحدة اللي هي developers.facebook.com. بلاقي صفحة الفيسبوك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كل اللي بعمله ان انا بحط صفحة الفيسبوك الخاصة بيا، انا بغير طبعا بس الايه اسمها، يا اما باخدها copy paste، يعني بدخل عليها اللي هي دي اهي مثلا، هاخدها copy وباجي هنا احطها paste، هي اللي انا شايفها دي. ومجرد ان انا اعمل كليك في اي مكان تاني ببص الاقي الصفحة بتاعتي اتغيرت بالشكل اللي احنا شايفينه، وظاهر اهو هنا عدد اللايكس، وظاهر كمان صور الناس. هنا ممكن ادوس على شو بوستس عشان يجيب لي كمان البوستس اللي جوه الصفحة اهي، زي ما احنا شايفين كده الصفحة بقت طويلة قوي. طبعا انا بقى في الموقع حطها بس لحد هنا، يعني مش جايبة الجزء اللي تحت ده. ممكن ادوس على اعمل ان تشيك على شو فريند فيسز، فبالتالي تظهر لي صغيرة زي ما احنا شايفين كده، حسب انت عاوز تظهرها ازاي. عاوز الهيدر يبان ولا ما يبانش، مش عاوزه يبان هدوس هنا كده اهو، حسب انت عاوزه يبان ولا ما يبانش. عايز البوردر اللي هو الحدود دي تبان، لو مش عاوزها تبان بعمل ان تشيك اهي ما بتبانش، حسب انت عاوزها شكلها عامل ازاي. كمان ممكن اختار ان هي تبقى دارك، تبقى غامقه مش فاتحه، يعني تبقى لونها زي ما تكون اسود مش ابيض، او اني ارجعها تاني لايت، انا بحبها لايت طبعا بتبقى هاديه شويه. خلصت خالص هبدا اضغط على جيت كود عشان اضيف الصفحة الفيسبوك بتاعتي على موقع بلوجر. الاول كنا بنستخدم HTML، دلوقتي لما جربت استخدمها ما بنتش جوه المدونة، هستخدم الاي فريم. هضغط على الاي فريم وهاخد كوبي، وبعدين هروح على المدونة بتاعتي على موقع بلوجر، هضغط على اللي اوت او التخطيط اهي، وبعدين انا عايزه اضيفها في الجزء ده اللي هو اليمين، هدوس على اد اجادجت. الكود اللي في ايديا ده HTML، فاختار هنا HTML وهرمي الكود هنا بيست، وهضغط سيف، هعمل سيف للموضوع ده كله، وبعدين هدوس فيو بلاج ونشوف شكل الصفحة الفيسبوك. صفحة الفيسبوك انا مخليها اول واحدة اهي، نروح كده اهي فعلا في المدونة في الجنب اهي طلعت اول واحدة،
ممكن ساعتها بقى اطول العرض شوية، يعني ازود العرض شوية، بدل 200 يبقى 250، ونشوف هينفع ولا لا، عشان بس يبقى اعرض من كده بشوية، اقلل الارتفاع براحتي يعني. ساعتها بقى هرجع تاني على اللايك بوكس هنا، وهبدأ العب في الويتس والهايت، وارجع تاني اخد الكود وهكذا. يبقى احنا عرفنا ازاي نضيفها في البلاجر. طب لو عايزة اضيفها في الوورد بريس، لو الموقع بتاعي وورد بريس، هاخد نفس الكلام برضو، الاي فريم كوبي، بس هروح على الداشبورد بتاعتي اللي هي جوه الوورد بريس، وهضغط على ابيرنس، وبعدين ويدجت، اختار تكست اللي معايا ده، تكست اختار من هنا تكست اهو، هعمل له دراج في المكان اللي انا عاوزاه، لو هنا مثلا اهو، وهبدأ احط الكود بتاعي هنا بيست، وهضغط على سيف. بس طبعا انا اوريدي ضايفة الصفحة، فمش هضيف ان انا اوريدي ضايفاها. لو دخلت على الصفحة هلاقيني ان انا ضايفاها بالشكل ده جوه الموقع بتاعي. يبقى انا كده ضفتها في موقع ووردبريس، وضفتها برضو في بلوجر بمنتهى السهولة. كل ده عن طريق ان انا دخلت على جوجل وعملت سيرش بكلمة فيسبوك لايك بوكس، ظهر لي وبدأت اكمل البيانات دي. انت كده اي زائر داخل على الموقع بتاعك او المدونة شاف ان عندك صفحة فيسبوك، بس هيدخل ويقدر يعمل لايك. يبقى انت كده برضو ما خسرتش الناس اللي داخلين عندك على الويب سايت، لا كمان جبتهم على صفحة الفيسبوك بتاعتك. دي ادفايس نمبر 6 اللي هي اد لايك بوكس تو يور سايت. بإذن الله أشوفكم في الفيديو اللي جاي، هيكون ادفايس نمبر 8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.